سلام عليكم زبانة، مازال توي ستور مع اقتراب العيد، مازال توي ستور كيما كل عام دخلنا لكم هذا المنشار الكهربائي، القوة ديالو 950 واط، وهاد المرة كيجي ب 4 ديال المناشر. شوفوا تبارك الله غير لابواط ديالو شي حاجة يعني مهيبة، شي حاجة طوب. كما قلتلكم ديما متجر توي ستور، وبيان سور غادي نوريكم شنو كاين هنا. متجر توي ستور كيما كتشوفوا معنا ديما لا كلاس والطوب. شوفوا تبارك الله الكاتالوج ديالو بالنسبة للمنشار ديالنا كيجي على هاد الشكل، هذا راه فيه واحد القوة ما يمكنش. متجر توي ستور معروف بلا كاليتي، هاد الناس كاملين ديال وجدة وخارج وجدة بيان سور، لحقاش متجر توي ستور كيدير توصيل كما كتشوفوا معانا. نقربوا عاود نزيدوا نشوفوا شنو كاين. كيجي معاه المنشار الاول كما كتشوفوا معانا، والمنشار الزاوج، بعد المنشار الثالث والرابع. بالنسبه لهذا التقطاع ديال اللحم وكيخدم في الخشب وحتى الخدير، يعني المهم شي حاجه الروعه ودايزه هكذا. متجر توي ستور كما كتشوفوا معانا ديما يخدم لا كونتيتي بيان سور كما كتشوفوا معانا. متجر توي ستور كلش كما كتشوفوا ليفريزون متوفره في وجده والمغرب كامل. متجر توي ستور بيان سور معروف بيكاتشو الاصفر البلاطه. مرحبا بكم كاملين، ما تنساوش جيم وبارطاج، وعيدكم مبارك سعيد.